شايفه ازاي الدور اللي حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف ذوي الهمم؟ حابه اعرف نفسي ان انا ام لطفل من ذوي الاعاقه. كان طفل من مواليد سنه 80، فانا عايشه القضيه دي لان عمره دلوقتي 43 سنه. فمن 43 سنه كانت فعلا القضيه مهمشه خالص. كنت حاسه ان انا لوحدي في جمهوريه مصر العربيه اللي شايله كل مشاكل الاعاقه، من مدارس لتعليم لصحه لترفيه لرياضه لكل الخدمات اللي مطلوبه له كطفل عادي في المجتمع ويتمتع بالخدمات زي اخوه. لكن في المرحله اللي تولى فيها فخامه الرئيس البلد واستلم ملف ذوي الاعاقه، لا القضية اختلفت طبعا تماما. في اهتمام غير مسبق جدا جدا، بدءا من قانون بعد ما كان اخر قانون كان سنة 75 وكان قانون تأهيل، لكن من احلى القوانين على مستوى الوطن العربي هو قانون اللي مضى وتوفقت الاوضاع ووافق عليه فخامة الرئيس، قانون رقم 10 في سنة 2018. عايز اعرف ازاي شايفه المؤسسات والقياده السياسيه انهت تهميش ذوي الهمم؟ لان بقى عندنا قانون دلوقتي. فكل الجمعيات والمجتمع المدني بيتبع قانون الاشخاص ذوي الاعاقه. ده مش عمل كده وبس، اللائحه التنفيذيه للقانون اتفعلت في 2019، فبقى القانون مفعل، ودي ميزه كبيره جدا جدا، ما بقاش مجرد قانون مكتوب لكنه قانون مفعل. كمان في عام زي ما حضرتك نوهتي في الأول احتفل بعام كامل لذوي الإعاقة. كل الحاجات دي غيرت نظرة المجتمع تجاه قضية ذوي الإعاقة، بقت القضية قضية حقوقية، قضية فيها احترام، فيها حقوق لأولادنا من مدارس لصحة لترفيه لرياضة لمواصلات لعيشة متكاملة يعيش فيها كفرد منتج في المجتمع. يعني طبعا برضو عايزة أعرف، يعني مصر المفروض أن هي توسعت بشكل كبير جدا في إنشاء مراكز تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، ده مظبوط طبعا صح؟ من ساعة اهتمام الرئيس بالملف ده. ده صحيح، وإحنا ده دور المجتمع المدني. المجتمع المدني دوره يقف يساند الدولة ويشتغل في كل الحاجات اللي لازم نبينها في المجتمع. يعني أولادنا محتاجين تعليم، طب اللي مش هينفع في التعليم، لان الاعاقه مستويات، في اعاقه خفيفه، في متوسطه، في مركبه، في اعاقات ذهنيه، سمعيه، بصريه، اقزام، فالاعاقات متنوعه. فعشان كده ما اقدرش اقول ان احنا محتاجين تعليم وتعليم دامج، لكن اقدر اقول ان بجانب التعليم محتاجين ورش، محتاجين تأهيل مهني، محتاجين ان احنا نشوف الخدمات اللي نقدر نوظف فيها اولادنا في شركات، في مصانع، في مزارع، في اماكن كتيره جدا جدا. فالتأهيل المهني مطلوب اكيد. بما ان حضرتك نائبه في البرلمان، عايزين نتكلم عن القوانين اللي غيرت يمكن مسار ذوي الهمم. ايه القوانين دي وازاي غيرت في مسار ذوي الهمم؟ اهم حاجه ان احنا اضفنا السنة دي في الدورة اللي انا فيها حاليا، اضفنا مادة جديدة في القانون هي مادة التنمر. كان زمان فعلا في تنمر جامد جدا جدا على اولادنا. طبعا احنا كل اللي احنا عايزينه احترام، فلكن لما نواجه تنمر وتريقة على الاولاد ديت اتحط لها عقوبة. هل ده قل شوية دلوقتي؟ طبعا مع الوعي. لا، القضية بتختلف. فمادة التنمر دي أضافت كتير لقانون ذوي الإعاقة. كمان أصدرنا قانون إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، صندوق قادرون. الصندوق ده كمان هيفرق جدا جدا في القضية، لأن من خلال الصندوق ده هنقدر نصرف منه على كل الخدمات اللي احنا محتاجينها في المجتمع. عايزه اعرف من حضرتك بقى رحلتك مع ابنك. يعني انت حضرتك قلتي سنه 80 ما كانش فيه خالص وعي بالموضوع ده، ازاي ابتديتي معاه؟ يعني كل المشاكل اللي شفتها في حياتي ابتديت اواجه بيها المسؤولين. يعني لما كان ابني الكبير في المدرسه وكنت حابه ابني التاني ينضم في المدرسه ودفعت له المصاريف لدخول المدرسه في اسكندريه، يعني ما كنتش بوديه، ما كانش هيقعد في المدرسه، كان هيقلب الدنيا.
لكن مدير المدرسة قال لي انت ما بتجيبيش ابنك المدرسة ليه؟ فقلت له ان ابني من ذوي الإعاقة ومش هينفع يقعد مع بقية الأطفال، وكان فعلا لسه ما بيتكلمش، كانش بيمشي كويس، وما لهمش مدارس خاصة بيهم، ولا مدارس خاصة ولا حضانات ولا حاجة خالص. طب تعملت حضرتك ازاي؟ 86. لكن مدير المدرسة قال لي هو ده اللي مضايقك وزعلانة علشانه؟ قلت له اه. قال لي طب ايه رأيك هنفتح اول فصل في المدرسة لذوي الإعاقة، وهجيب كمان رهبة تمسك الفصل ده وتساندك وتساند كل الأمهات اللي عندهم نفس المشكلة دي. انت حليتي مشكلة لأمهات كتير تانية. بالظبط. وبعد كده فتحنا سنترز كتيرة في المدارس، وابتدت القضية بعد كده تبان، وابتدت بعد كده مراكز تؤسس وجمعيات أهلية تؤسس وحضانات تنشأ، فدي كانت البداية.